انا ما سمعتش حاجه. ربنا يعينك على الحق. يا رب يا رب اتفضل. ادعو لك بالتوفيق. ربنا يوفقك. بالنسبه للقدام محمد السيد محمد محمود علي. الدفاع الحاضر مع المتهم يلتمس من المحكمه الموقره التقرب والقضاء ببراءته من الاتهامات المنسوبه اليه والوارده بامر الاحاله. وبداية اشرف بان تكون الدفوع التي سبق ابدائها بمحضر الجلسه في مطلع المرافعات تخص كذلك ذلك المتهم، واضيف اليها الدفع بانتفاء صله المتهم بالواقع وانتفاء الدليل وقصور الادله الوارده قبل المتهم على تحريات جاءت